بالعلم بل بالأدب. الحمد لله. بسم الله. نوفيل فيديو مع dialectuto.com. بالنسبه لهاد لا فيديو غادي نحاولوا نكتشفوا شنو معنى بوبليك بوستاج في الوورد 2010. فهنا عندنا اون سيتوياسيون، لاحظوا عندنا ريكروتور وعندنا هنا في وسط هاد لو سيركل جون كتبت اونترتيان افيك. فهاد الناس عندهم ان اونترتيان مع لو ريكروتور، كل واحد عنده ان اونترتيان في واحد لا دات في واحد لو جور. فلو ريكروتور غادي يكتب اون لتر لهاد الاشخاص كاملين. هاد لا لتر شنو غادي يكون فيها؟ هاد لا لتر فيها البرينوم ديال كل واحد زائد لو كونتوني ديال لا لتر زائد نو روجوانت لو جو الور. ولكن كل لتر غتمتاز بشيء معين. لو كونتوني غادي يكون بحالو، بحال شنو تنقصد بحالو؟ يعني نفس لو كونتوني غادي يكون موجه لجميع هاد الاعضاء اللي كاينين هنايا، نجيب، خالد، امين، سليم، يوسف، احمد. والشيء اللي تيتغير في لا لتر هو لو برينوم لو جو ا لور. بمعنى هنا سبيل المثال غادي لو ريكروتور غادي يكتب لا لتر الاولى بالاسم ديال احمد، وهنا يكتب لو كونتوني نو روجواندر لو جور، مثلا يجي في واحد اليوم معين في واحد الساعه محدده. كذلك نفس لا لتر غادي يصيفطها ليوسف، ولكن في البرينوم بطبيعه الحال غادي يكتب الاسم ديالو، لو كونتوني غادي يبقى هو هو، و نو روجواندر لو جور غادي يجي واحد اليوم معين في واحد الساعه معينه كذلك. فهذا غادي نشوفو كيفاش نحقو في بوبليك بوستاج. باش نوصلو النتيجة اننا نصاوبو في بوبليك بوستاج، لو ريكروتور شنو خاصو يدير؟ اول شيء خاصو يصاوب اكريغ لو طابلو دو دوني. شنو تنقصدو بلو طابلو دو دوني؟ لو طابلو دو دوني فيه معلومات عن الاشخاص اللي غادي نصيفطو لهم لا لتر، سبيل المثال برينوم جور اور. بالنسبة لو طابلو دو دوني يمكن نصاوبو في الوورد او في اكسل او في اكسس. فهنا كسبيل المثال برينوم عندي احمد، يوسف، سليم، اكتفيت غير بثلاثه ديال الامثله. كاين يمكن لي نصاوب جميع الاشخاص اللي عندي هنا. فهاد الاشخاص سبيل المثال احمد غادي يجي لو جور لاندي يعني اثنين معاش مع 8:30، يوسف غادي يجي نهار الثلاث مع 11، الى غير ذلك. فتنكتبوا لو طابلو دو دوني وتنكتبوا لا لتر. شنو تنقصد بلا لتر؟ هي هذه ككل، يعني كامله تنقادوها، تنصوبوها، تندخلوها لي كولور، تندو فيها مجموعه ديال الاشياء. فتنصوبوا هاد جوج ديال الاشياء، من بعد تندوزو لا فيزيون. شو معنى لا فيزيون؟ لاحظوا عندي طابلو دو دوني، عندي لا لتر، تندير اون فيزيون بمعنى تنجمع بيناتهم. فمن تنجمع بيناتهم تتسمى اون فيزيون، او بشكل اخر بوبليك بوستاج. فشنو هو بوبليك بوستاج؟ هو لا فيزيون ما بين لا لتر وما بين لو طابلو دو دوني. اون فوا تنخدمو بالبوبليك بوستاج في الوورد، تنكليكو على بوتون امبريمي، شنو تيوقع؟ تتامبريما لا لتر الاولى باش بلي زانفورماسيون اللي عندي هنا في هاد لا لين. بمعنى غاتامبريما لا لتر الاولى بلو برينوم احمد، وخاصو يجي نهار اثنين معاش مع 8:30. اوتوماتيكمون تتامبريما لا دوزيام باج باش بهاد الشخص يعني برينوم يوسف لو جو خاصو يجي نهار ثلاث مع الساعة مع 11. اوتوماتيكمون عاوتاني تيدوز الشخص الثالث سليم، خاصو يجي من الخميس 9:30، تتيسالي جميع الاشخاص اللي عندي في طابلو دو دوني. فهذا هو بوبليك بوستاج. اون غومارك، هنا كانت تيوري ديال بوبليك بوستاج. في الفيديو اللي جايه باذن الله غادي نشوفو ايتاب باغ ايتاب كيفاش نصاوبو بوبليك بوستاج في الوورد 2010 باذن الله.